أبدأ النقاش الآن مع ضيفي من لندن السيد أكرم عطلة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد أكرم. إذا نحن أمام مجازر وتهجير قسري وربما إبادة جماعية بحق سكان المدنيين في شمال قطاع غزة، بحسب المصادر في داخل الدفاع المدني تتحدث عن تدمير ما نسبته 95% من البنية الحضرية والمساكن، أما البنية التحتية فقد دمرت بنسبة 100%. إلى ماذا ترمي هذه الوحشية التي يمارسها الاحتلال ضد الشمال؟ مساء الخير لكم. مساء النور. ترمي لمسألة واحدة، إفراغ الشمال، تحويل المنطقة إلى منطقة غير صالحة للحياة، لا تستطيع الناس أن تعيش فيها، وبالتالي تصبح منطقة متصحرة سكانيا، متصحرة ديموغرافيا. منذ مطلع الحرب الماضي طلبت إسرائيل من سكان الشمال بالإخلاء بحجة الناس في منطقة الشمالية بعد أن قسمت قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، أوسطهم ووادي غزة، لم تغادر كليا، البعض غادر والبعض بقى، جزء غادر وجزء بقى. من بقى تعرض بعدها إذا لاحظنا لأشد أنواع العقاب، قصف مروع، تجويع مروع، ملاحقة، منع المياه، منع الزراعة في منطقة الشمال، منع إدخال أي نوع من المساعدات حتى إلى الدرجة التي فيها أكلوا علف الحيوانات. بمعنى أن هذا المخطط كانت استخدمت إسرائيل أدوات متعددة لتنفيذه، وعندما عجزت عن كل بعد كل ما استخدمه من أدوات واضح أنها لجأت إلى آخر الحلول العسكرية، وهي نفس الحلول التي بدأتها منذ البدء العسكرية عودة للترويع والموت والقتل. ما تمارسه اليوم هو شيء بشع وحشي لا يمكن تتخيله البشرية، الهجوم على مدارس الإيواء حيث الكتلة السكانية وحيث المدنيين والأطفال، كل اللي في مدارس الإيواء هم مدنيين وأطفال، بدليل أن المقاتلون أن المقاتلين يتعرضون للدبابات الإسرائيلية خارج. ولا مرة سمعنا أن عند مستشفى أصيب عسكري إسرائيلي، ولا عند مدرسة قتل جندي إسرائيلي. نسمع أنه على أطراف المخيم حيث الكتلة العمرانية والتي تنتقم منها إسرائيل بإبادتها. أنا كنت في اتصال قبل حوالي ساعتين مع أحد الصحفيين اللي ترك مخيم جبالي وغادر إلى مخيم الشاطئ، قال أنه الكتلة العمرانية في جباليا انتهت، قضي عليها، إسرائيل لم تقضي عليها. ربما في المرة الأولى في ديسمبر الماضي هدمت 20% حوالي من المخيم، الآن قضت على ما تبقى في مناطق واسعة. إسرائيل أطاحت بكل البيوت وكل العمارات وكل الأبنية وكل شيء، يعني على مفتوح النظر صار في مخيم جبالي. وبعد أن أصر الناس بحالة أسطورية معجزة لا تعرف كيف توصفها، لكنهم قرروا ألا يرحلوا. يوم الأربعاء الماضي آخر اتصال لي مع أفراد العائلة مثلا من المنطقة الشمالية وأنا من الشمال، كنت أقول له لماذا لم تذهب باتجاه الشيخ رضوان مثلا ويسكن في بلوك 2. بلوك 2 آخر المخيم من الجهة الجنوبية، الشيخ رضوان غزة من الجهة الشمالية، اللي بينهم حوالي 3 كيلو متر سيارة على الأقدام. قال لي بالنص لم تعد الحياة تساوي أن تتعب 3 كيلو مترات سيارة على الأقدام بسنة. كلمة مؤلمة موجعة، إنه بدي أمشي 3 كيلو مترات عشان أحافظ على روحي. هذا الصمود الأسطوري الذي يسطره الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة سيد أكرم، يعني هناك ما يتحدث بأنه هذه الطريقة المتعمدة من قبل جيش الاحتلال في نسف المباني بشكل كامل نهائيا حتى لا يترك أي مجال للتفكير لدى المواطن الفلسطيني من سكان الشمال بالعودة مطلقا إلى هذا المكان. هو الناس تسكن، هو بيعرف أن الناس تسكن حتى بالخيام تسكن. هو إدارته غبية للحرب. يعني لو كان متخيل أنه يجوع الشمال ويستكمل ضربه بالشمال، بينما في الجنوب تكون في حالة من لا تجويع، أقل ضرب، أقل شيء من هذا النوع.
وبالتالي يشكل الجنوب إغراء للشمال، لكنه كان في الجنوب رحل الناس في الخيام، وبالتالي أصبحت المفاضلة أن الشمال أفضل. نعم. في بيوت في الشمال ما بين البيت والخيام، الناس أصرت تظلها بالبيت، وبالتالي الآن يقضي على البيت ويدرك أنه الناس ستبقى في الخيام في الشمال، لأنه شو البديل؟ الخيام في الجنوب. الخيام في الشمال أرحم. لماذا؟ لسببين. أولا الكتلة السكانية أقل، والسبب الثاني أنه لمن يعرف جغرافيا المنطقة بين محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، ونشرح للمواطن من يسمعنا من المستمعين الكرام، شمال غزة بعد أن قسمت إسرائيل إلى قسمين ضم محافظة شمال غزة ومحافظة مدينة غزة. نعم. محافظة شمال غزة بيت حنون، بيت لاهي، جبل المعسكر وجبالي النزلة، هذه شمال الشمال الآن أصبحت ومدينة غزة. لمن يعرف أنه شمال الشمال بيت حنون، بيت لاهي، معسكر جبالي النزلة، هذه المنطقة بها أراضي بيت حنون وبيت لاهي، منطقة يمكن الصمود فيها والاعتماد على الذات، لأنه منطقة بها أراضي واسعة ويمكن الزراعة، يمكن للناس أن تلتقط من حشائش الأرض وتعيش. نعم. كما رأينا الشتاء الماضي الخبيزة مثلا كانت، وهي نبتة ربنا مكرم مغزي بها. وبالتالي عندما يدفع الناس للرحيل من شمال الشمال من بيت لاهي وبيت حنون وجبال المعسكر وجبال النزلة، هذا يعني أنه يدفعهم باتجاه مدينة غزة. مدينة غزة كتلة عمرانية سكانية ليس بها مناطق زراعية، أكاد أكون على الإطلاق كلها أبنية، عمارات، شوارع مرصوفة. وبالتالي تصبح المجاعة أكثر ضراوة من المنطقة الشمالية. المنطقة الشمالية كما قلت في زراعة، بيت لاهي بتزرع، الناس كانت ثاني يوم بتزرع، وفي بعض الأشياء وفي بندورة وفي خيار وفي خضروات كثيرة كانت موجودة، لكن عندما يدفع الناس من الشمال إلى مدينة غزة هنا ستحدث كارثة مجاعة أكبر من التي حدثت في منطقة شمال الشمال. لكن السكان لحد هذه اللحظة يرفضون النزوح باتجاه الجنوب ويصرون على البقاء في إطار المناطق الشمالية كنوع من المقاومة وكنوع من الصمود. هو يطهر الناس عرقيا. نعم. هو الآن يدخل إلى حيث المدارس ويطلب من الناس الخروج. حتى في جبالة سيد أكرم، حتى في جبالة أنا قرأت بعض التقارير تشير إلى أنه الاحتلال الإسرائيلي في مناطق داخل جبالية البلد ومخيم جبالية مناطق ضيقة جدا لا تستطيع الآلات العسكرية الدخول إليها، فاستخدم الروبوتات المتفجرة التي تحمل كميات كبيرة، وهذه الأسلحة محرمة دوليا. هو بيخصف بالبيوت حتى يدفع الناس للذهاب نحو المدارس، التجمعات الإيواء، وينقض على تجمعات الإيواء بالدبابات ويخرج الناس عنوة. هيك خطته، إنه بيضرب بالبيوت، ناس بتهرب بدهاش تنقصف، فبتهرب على منطقة إيواء على اعتبار إنها بدهاش تغادر نحو الجنوب، لكن هو فتح طريق للناس أن تغادر إلى مدينة غزة، وهذا شيء يعني أفضل من مغادرة نحو الجنوب. مدينة غزة فيها متنفس. أما الجنوب، الناس شعرت ماذا حدث لأهل الشمال عندما ذهبوا للجنوب، حيث لا بيوت لهم، يعني بعض من هو أقارب استقبلوا أقاربه، واحد عنده كان وسع استقبل، لكن الكتلة الأكبر هي عاشت في الخيام في الشوارع، وبالتالي لا يرحل أهل الشمال ليذهبوا للحياة على الأرصفة والشوارع على مدخل الشتاء. ولكن في ظل هذه الحرب سيد أكرم لا توجد مفاضلة بين المدن، مدينة غزة أيضا لا تقل خطورة عن المناطق الأخرى، فيها استهدافات أيضا. صحيح، لكن على الأقل في حملة تطهير الآن في منطقة شمال غزة، وتطهير قاسي وتطهير بالقوة، يعني هو بالقوة الدبابات تحاصر المدرسة، أو كما رأينا عند مستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان، هو يحاصر المدارس وأحيانا يضرب المدرسة نفسها. يعني حتى ملاحقة المدنيين إلى بيت لاهية وبيت حانون، ملاحقتهم إلى هناك واستخدام أيضا الاستهداف المباشر للمراكز الإيواء، يعني نريد أن نجد تفسير منطقي لهذا الشيء. يعني أنتم تعرضتم إلى خسائر في جبالية، خسائر فادحة، تريدون أن تنتقموا، لكن لماذا يعني تلاحقون المدنيين خارج مخيم جبالية؟ مسألة مرتبطة بمشاريع، يعني مش بده يروح للناس انتقام. لا، المسألة تجاوزت، هو انتقم لمئة عام قادمة،
يعني انتقم لمئة عام قادم، أخذ من الدم لمئة عام يكفيه. المسألة مشروع سياسي، مشروع له علاقة بتأهيل المنطقة الشمالية، وهذا المشروع اللي كان من بداية الحرب وصمود الناس عطل هذا المشروع، والمشروع مرتبط له. في اللحظة اللي كان بالأمس كان بدأ ترحيل السكان بشكل جماعي بالصور اللي شفناها وربما عرضتموها، كان بنفس الوقت في مستوطنة بئيري إلى الحدود غزة للشرق من غزة بيعقد مؤتمر استيطان لإعادة استيطان قطاع غزة. نعم. بمعنى مشروع طرد كتلة سكانية وتهيئة الظروف على الجانب الإسرائيلي لإقامة مستوطنات. نعم، وتهيئة الظروف على الجانب الآخر لدى إسرائيل، تهيئة الظروف حتى يعني إزاحة كالإزاحة الذي حدث 48. نعم. دفع السكان الفلسطينيين وإحلال محلهم سكان يهود. طيب، 18 يوم من الحصار وقبلها عام كامل من القصف، لم تستطع إسرائيل أن تحقق أهدافها على الأقل في منطقة الشمال. 18 يوم من الحصار والتجويع، منع دخول المساعدات، اليوم استخدمت أسلوب المجازر بشكل علني وبشكل متواصل. ماذا بقي لدى إسرائيل أو ماذا يتبقى لدى إسرائيل من أساليب إجرامية لتهجير السكان من هناك؟ لا، هي مستمرة تستخدم كل الوسائل الإجرامية لتهجير السكان. هي بتهجر إلى يومين في تهجير، لكن اللي بصير أنه نحو مدينة غزة، وهذا أحسن من الذهاب نحو جنوب غزة لأن السكان رفضوا الذهاب للجنوب. يبدو أنه إسرائيل أدركت أنه الذهاب للجنوب يعني الجحيم، وبالتالي لا تهاجر بس للجنوب، فيبدو أنه عملت حل وسط في قدر من الإغراء للناس ومن المعقولية، وبالتالي ربما هذا يغري الناس لأن تذهب. خاصة علينا أن نتذكر أنه 20 يوم كانت المعابر مسكرة، ثم 18 يوم من الحصار المطبق، الكتل السكانية كلها كانت موجودة في جباليا. هربت هذه الكتل السكانية إلى حي مدرسة اللواء إلى جانب بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا. الكتل السكانية متحركة كلها موجودة في منطقة صغيرة، كانت في البداية تركوا بيت لاهيا وبيت حنون والمشروع وجاءوا إلى معسكر جباليا، هو الآن قضى على معسكر جباليا كله، هدمه. هربت الناس، عادت للشمال. شوف هذه يعني عظمة الناس، أنه لم تذهب للشمال للجنوب، ذهبت للشمال، عادت إلى الوراء. مستشفى كمال عدوان. تفسيرك سيد أكرم، تفسيرك لهذا الصمت العالمي تجاه ما يحدث اليوم، يعني خطة الجنرالات وقتها حين طرحت من الجانب الإسرائيلي وأعلن عنها لقيت صدى كبير لدى حتى الولايات المتحدة الأمريكية، رفضتها في وقتها، ولكن لما بدأت إسرائيل بالتطبيق الفعلي لهذه الخطة سكت الجميع. صحيح، يعني هو إسرائيل تعلمت أنه تنفذ دون أن تعلن، يعني هذا الذي تفعل خطة الجنرال دون أن تعلن. أوعدت الجميع أنه لن نطبق خطة الجنرال خلص، لكنها تطبقها، وهذا مريح للعالم، مريح للعالم اللي صمت عن كل هذه الإبادة طوال أكثر من عام. نعم. والعالم بالنسبة له خلص، إسرائيل وعدتنا أنها لا تطبق خطة الجنرال، ما هي طبقت أسوأ من خطة الجنرالات، هو ترحيل الناس من الشمال للجنوب. هما قتلت الناس في الشمال وفي الجنوب، وهما مارستوا من قتل وإبادة حضرية وبنى تحتية وجامعات ومدارس أسوأ من الترحيل. والترحيل سيء وقاسي، لكنه كل ما فعلته إسرائيل وكان أخف وطأ، يعني ممكن تقول أنه الموضوع تواضعت إسرائيل في استخدام أدواتها والعالم فقط كان يعني نحن نحاول أثناء الحديث أن نستعرض كل وجهات النظر والمواقف، حتى يعني من الضروري أن يتعرف المشاهد على ازدواجية المعايير الغربية لدى النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الغرب، هذه الازدواجية التي أدت بالنتيجة إلى مقبرة دفنت في غزة ودفنت في مناطق أخرى، تتعامل دائما بازدواجية والكيل بمكيالين مع يعني ما يحصل في العالم، وهذه يعني أكبر فضيحة لما يتشدق به الغرب من قيم الحقوق الإنسانية والقيم الديمقراطية. هنا طالما نتحدث عن خطة الجنرالات، دعني أعرض عليك يعني عراب خطة هذه الخطة، سيد غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، وهو يعتبر العراب لهذه الخطة وصارع هذه الخطة، يقول أنه يجب أن نسعى جاهدين لإنهاء هذه الحرب في غزة، لأننا لن نحقق شيئا حتى ولو قاتلنا على مدى 6 أشهر قادمة. هذا التصريح في أي إطار يمكن أن تضعه؟ والله هذا الصباح على يد عود كان ناشر مقاله،
بالضبط. وأنا قرأته واللي حدث عن 4 أسباب لوقف نعم. الحرب، وهو متناقض تماما مع دعوته لترحيل شمال قطاع غزة. ويعني في تناقض بين موقف الجنرال، هو نفسه اللي دعا إلى ترحيل الناس وتجويعهم، واعتبار كل من يبقى أنه بين قوسين إرهابي وإطلاق النار عليه. وهذه الخطة هذا يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، وما بين الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب هو يعددها. هذا التناقض أنا بفهمه جزء من تناقض الدولة الإسرائيلية. الإسرائيليون يعرفوا كيف يقتلوا، يعرفوا كيف يهاجموا، لكنهم في السياسة دائما مش عارفين شو بدهم. بدهم ينفصلوا عن الفلسطينيين، بس بدهم مش يقيموا دولة فلسطينية جنبهم، وبدهم رحلوا الفلسطينيين، بس بيبحثوا عن إدارة على مقاسهم تدير الفلسطينيين. مش هيك؟ بده يرحل غزة لأنه بيبحث عن إدارة أنتو. طيب بده يرحل الشمال، خذ خطة الجنرال. نعم. وبده يرحل الشمال ويقوم بترحيلها، وبنفس الوقت بتعاقد مع شركة أمريكية توزع المساعدات الغذائية بالشمال، مش هيك؟ فأنا بلمس كثير من التناقضات في الخطط الإسرائيلية والبرامج الإسرائيلية، للدرجة اللي يجعلنا نقول أنه بيقولوا كل شيء الإسرائيليين الشيء ونقيته. نعم. زي ما بدنا نعمل خطة الجنرالات ننفذها، وبقول الأمريكان بدناش ننفذها، شيء ونقيضه. لذا لا نتوقف كثيرا أمام ما يقوله جيورا آيلاند أو غيره. طيب. إسرائيل في الميدان، الميدان هو الذي يقرر. مثلا الآن هم يمارسوا أقصى أنواع الضغط لخروج الناس من المنطقة الشمالية، ولو إذا خرجت الناس من المنطقة الشمالية بكون نفذ المشروع وبدأت خطة الاستيطان. إذا لم ينفذ المشروع بصيروا يبحثوا عن إدارة لتدير هؤلاء السكان الذين بقوا، مظبوط؟ نعم. وبالتالي شو بيحقق الميدان إسرائيل راح يتعاملوا معه، لذا بيضعوا كل الخطط في كل السيناريوهات. طيب. من أقصى سيناريو تطرفا إلى أقصى السيناريو دول. نعم. ورحب أيضا معي، أبقى معي سيد أكرم، ورحب بضيفي من القاهرة سيد أشرف أبو الهول، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أهلا بك سيد أشرف. إذا نحن إجرام إسرائيلي متعمد وواضح بكل معالمه وبكل ما يحمله من معنى، هذا الإجرام لليوم 18 على التوالي وصل إلى درجة أن إسرائيل ترفض إخلاء الجثامين، جثامين الشهداء والمصابين من الشوارع. تفضل. يعني أولا تحياتي لحضرتك والضيف الكريم الأستاذ أكرم عبد الله. يعني بالتأكيد ما يحدث هو إجرام، ربما ما يحدث في جباليا الآن في الشمال هو الأسوأ على الإطلاق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. هناك انتقام متعمد من جباليا بوصفها رمز للمقاومة، وهناك يعني تصديق إسرائيلي للرواية روجها الإعلام الإسرائيلي أنه يعني معظم المقاومة المتبقية في غزة تتركز الآن في جباليا، وأنه لابد من عدم السماح لأي مقاوم بالخروج حيا من جباليا، ولذلك جباليا تقصف بعنف، تباد تماما، ولا تسمح إسرائيل حتى للناس أن يخرجوا منها بشكل عادي كما نزحوا من أماكن أخرى، ولكن بعد تفتيشهم وفحصهم والبحث عن المقاومين بينهم. ولذلك فالأمور في غاية الصعوبة، كل من يشك فيه يقصفوه، يستخدموا أدوات جديدة في القصف وفي التفجير، يعني ليست كما كان يحدث في السابق، يقتحمون ثم يفجرون المنازل وغيرها. هم يحاولون أن يستخدموا المسيرات في تفجير المنازل، الكواد كابتر في اصطياد المقاومين وحتى المواطنين، يقصفوا بعنف شديد جدا لإجبار الناس على النزوح بشكل جماعي حتى يتم حصرهم وحصارهم وتفتيشهم واعتقال من يوجد بينهم من المقاومين. لديهم اعتقاد أنه يقود المقاومة في جباليا واحد من القيادات المتبقية من كتائب القسام، هو القائد عز الدين الحداد، ولذلك فالأمور صعبة جدا في جباليا. الولايات المتحدة أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر وتساعدها في هذه المنطقة، وللأسف يبدو أن هناك يعني هذا الضوء الأخضر
يسمح باستكمال هذه المجزرة حتى نهايتها. طيب يعني نحن أمام معركة الطرفين فيها، الطرف الأول الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والطرف الثاني هم المدنيون الفلسطينيون، هذا التوصيف الحقيقي اليوم. يعني إلى أي درجة يمكن أن نصف هذا الوضع في ظل يعني استجداء الأونروا؟ تستجد اليوم قوات الاحتلال الصهيوني بمنحها ساعات قليلة فقط لغرض إخلاء الجرحى والشهداء. يعني دعني أذكرك أنه شمال غزة منذ بداية العدوان كان المكان الأكثر يعني تأثرا بقلة الغذاء والماء والدواء، عندما كان معبر رفح مفتوح ومعبر كرم أبو سالم لم يكن يصل إلا النذر اليسير من المساعدات إلى شمال غزة، عندما سمح الإسرائيليين بدخول بعض المساعدات الأكلية عن طريق الأردن عن طريق بيت حنون أو إسقاط بعض المساعدات كانت أيضا محدودة، والآن كل هذا شبه توقف الآن والناس يعانون معاناة غير مسبوقة مع تغير يعني الطقس بشكل سيء والبرد الشديد جدا، وبالتالي يعني ما يحدث هو بالفعل جرائم ضد الإنسانية وإبادة بشكل متعمد، ويوميا يتكرر هذا السيناريو ولا ترتدع إسرائيل، لأنه العالم منشغل بما يحدث في لبنان وبالسجال الفضائي بين إسرائيل وإيران، وللأسف هذه إحدى مساوئ توسيع نطاق العمليات لتشمل أماكن أخرى، فالكل هنا يركز على الجرائم التي ترتكبها في إسرائيل في لبنان، وقليل من الإعلام العالمي هو ما يتابع ما يحدث في جباليا. ابقى معي سيد أشرف لنتحدث بعد قليل عن وجود بلينكين والصفقات التي يمكن أن تترتب على في هذه الزيارة والمحادثات المصرية أيضا دخول مصر يعني في هذا المضمار. أعود مرة أخرى للسيد أكرم. سيد أكرم، يعني هذه المرة 11 لبلينكين يزور فيها المنطقة خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، هذا الوسيط غير المحايد، ما الذي يمكن أن يقدمه في هذه الزيارة، أو يعني ما السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن تترتب على هذه الزيارة؟ هو ما يفعل بلينكين هو محاولة شراء الوقت، محاولة تخدير الإسرائيليين وتأخير الضربة الإسرائيلية على إيران إلى ما بعد الانتخابات. يعتقد أنه بعد الانتخابات سيصبح وضع الإدارة الأمريكية أقوى، يمكن أن يكون نفوذها على نتنياهو أقوى. الآن الإدارة الأمريكية في مرحلة الانتخابات وضعها ضعيف، وضع نتنياهو قوي، يريد أن يورطها مع إيران، يجر الولايات الأمريكية لضرب إيران. هذا ما يفعل، هذا ما يدرك بلينكين، وبالتالي يجيء بلينكين لمحاولة شراء الوقت ليس أكثر، وهي مهنة أمريكية بالمناسبة. شراء الوقت، الأمريكان دائما يشترون الوقت منذ عشرات السنين. في المفاوضات ماذا كانوا يفعلون بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ يشترون الوقت. في المفاوضات مع لبنان يشترون الوقت. في المفاوضات مع إسرائيل الآن يشترون الوقت. كل هذا هدف واحد، وهو عدم الإضرار بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ضرب إسرائيل لإيران يعني اضطرار الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل. أسعار البترول على مستوى العالم سترتفع، اقتصادية العالم، الاقتصاد الأمريكي. يعني أنت لا تتفق مع من يقول بأن ضربة إسرائيل لإيران هي ضربة أمريكية لكن بالوكالة؟ لا، هي نحن نتحدث عن الابن وأبيه. بالضبط. الابن في نقاش بين الأب والابن. الأب بتركش الابن في الطوشة. يعني الفصل بين الجانبين فصل غير معقول. لكن في تباين، أحيانا الأب يطلب من الابن تأجيل الصراع مع الجيران، ما يضربش ابن الجيران، يخليه للأسبوع الجاي، كل الظروف وهي هكذا يدير الأمور. لا أفصل بين الجانبين، وأتفق مع كل من يقول أنه ضربة واحدة، لكن أنا هذا كلام عام. نعم. ضربة واحدة، لكن أنا أتحدث في التباينات، في الشقوق بين الجانبين. الولايات المتحدة الأمريكية ضرب إيران تعتبر، وخصوصا الانتاج النفطي وحقول النفط في ايران، وهذا سيرفع اسعار النفط، سيصب كاش مالي ماليا في جيبة بوتين، سيصب في جهد
لأنه دولة مصدرة للبترول والغاز، وإذا المضيق توقف اندلعت حرب إقليمية دخلت بين الولايات المتحدة الأمريكية، هذا شق يتعلق بالاقتصاد وبالآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الضربة. لكن دعني أقول أيضا، دعني أقول لماذا ما زال الجميع يراهن على وجود الولايات المتحدة الأمريكية كطرف في هذا في هذه المفاوضات، مع التواطؤ الكامل والغطاء السياسي الذي توفره للكيان الإسرائيلي لحد هذه اللحظة؟ هو أنا وصفت العلاقة بالأب والابن. نعم. وهذه علاقة ملتبسة دائما. ويعني دعني أبسطها أكثر حتى. أحيانا لما الابن يعتدى على ابن الجيران، بروح الأب للجيران بقول لهم ابني زي ابنكم، وبقبلش ابنكم ينضرب. وابن اللي ضرب ابنكم ضرب ابني، هذا كلام يقوله، هذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية في وساطتها في محاولة بيعه للعرب. هلا العرب الساذج اللي اعتاد أن يشتري ذلك، في البعض بيشتروه باعتبار الأمر الواقع، هذا أمريكا، أمريكا إذا شو مضطرين نصدق، وفي العرب مساكين بيشتروا هذا الكلام باعتبار حقيقة ومصدقين الولايات المتحدة طرف، لكن الحقيقة. ومع ذلك أؤكد على أن طبيعة العلاقة البينية بين الجانبين علاقة معقدة وملتبسة، لا تترك الولايات المتحدة إسرائيل أن تخوض حرب لوحدها، لهذا ترسل لها النصائح. لكن هذه المرة، وإذا لاحظت في كل الحرب على قطاع غزة الغطاء أمريكي كامل، وإحنا ما عدناش بنتحدث بهذا الموضوع، يعني لا الصحفيين عادوا بيسألوا عن الدور الأمريكي، ولا إحنا بعد 13 شهر إلنا بنشرح بنفس الموضوع أن الولايات المتحدة وفرت المال والسلاح والغطاء، وهذا صار مكرر، ما عاد نتحدث عن شراكة كاملة. لكن في حرب غزة مثلا أطلقت إيده، لأنه حتى لو أبادت كل غزة وقد فعل، ما فيش إضرار بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. ولكن في حال إيران، وأنا ضربت مثل أي ارتفاع لأسعار النفط والغاز سيصب في صالح المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا اللي الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أي شيء في إيران بدها تدفعه في أوكرانيا، وهذه معادلة بالنسبة للولايات المتحدة خاسرة. واضح. هذا هنا العقدة، هذه لم تكن مع قطاع غزة، هنا تحاول الولايات المتحدة عقلنة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ما بين أن تسمح لإسرائيل، وتريد إسرائيل أن تضرب إيران. لماذا؟ لأنه لن تسمح إلا أن تكون اليد العليا لإسرائيل. إذن هذا هو السبب الأقرب إلى تأجيل وعدم رد إسرائيل لحد هذه اللحظة على إيران. صحيح، لن تسمح إلا بأن تكون لإسرائيل اليد العليا. طيب. لسبب واحد، أنه تريد أن تترك المنطقة وهي تدرك أن الجميع يخشى إسرائيل. وإذا الجميع يخشى إسرائيل ومردوع من إسرائيل، ما فيش حروب، هكذا تعتقد الولايات المتحدة. طيب. مش منتبه أنه في الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وسبب الحروب في المنطقة. نعم. لا. حتى نعطي الفرصة للأستاذ أشرف أيضا ضيفنا، ولا حق علينا أيضا لازم نرجع له مرة ثانية ونتكلم معه حول الصفقة المرتقبة والحديث عن الصفقة. سيد أشرف، اليوم القاهرة قدمت رؤية جديدة، وربما اليوم بلينكن أيضا في إسرائيل والحديث عن صفقة جديدة، ما الذي يمكن أن يتبلور أو ما الذي يمكن أن تطرحه هذه المرة كل الأطراف المعنية بهذه الصفقة؟ هل نحن أمام رؤية جديدة، أوراق جديدة، بنود جديدة؟ يعني نحن أمام أوضاع جديدة، ظروف جديدة. كان ينظر على السيد يحيى السنوار على أنه يعني يرفض تماما أي تنازلات، وأنه يعني يرفض أن تسلم حماس سلاحها ويضع شروط منها أن تطلق إسرائيل سراح الكثير من الأسرى الفلسطينيين وذوي المحكوميات العالية وما إلى ذلك. إسرائيل يعني من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية قادوا على أكبر شخص يمثل تحدي لهم يحيى السنوار، وقتلوا القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وبعضا من أهم القيادات في القسام وفي حماس مثل مروان عيسى وأحمد الغندور والسيد إسماعيل هنية، وعلاوة على أنه إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا، وإسرائيل قضت بشكل كبير على القدرات الاستراتيجية الحماس في أن تشكل خطر عليها.
هنا تأتي الرؤية الأمريكية والضغوط التي تمارس من الجانب الأمريكي، إنه أنتم حققتم يعني معظم ما كنتم تسعون إليه، وبالتالي يمكن أن تذهبوا إلى صفقة وتخففوا شروطكم، خاصة إنه الناس لا تعرف حتى سواء في إسرائيل أو غيرها بقية أسماء القادة العسكريين لحماس أو غيرها، وبالتالي هم لا يشكلون يعني جرح أو تحدي لهم. رموز هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات الغلاف استشهدوا، الصنوار، هنية، الضيف، غيره. من ناحية أخرى مصر تريد استغلال الظرف واستغلال يعني إنه إسرائيل نفسها تعترف إنه معظم عملياتها العسكرية انتهت في غزة، وإن جبهتها غزة جبهتها السنوية الآن جبهتها الرئيسية لبنان، وتضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة. ولكن سيد أشرف، يعني هل ترى من الإنصاف يعني اللجوء إلى الرؤية أو إلى موقف وتصريحات الإسرائيليين بخصوص الصفقة، وأن السنوار هو من يفشل دائما الصفقة؟ السنوار اليوم استشهد وذهب، ألا تعتقد أن الشروط هذه لها علاقة بأبعد من السنوار، بشعب فلسطين، بأطراف أخرى داخل القطاع غزة، بالمدنيين، بكذا اتجاه، ليس في السنوار يا فقط؟ سيد بلال، نعم، هذا الكلام نقوله أنا وأنت، لكن على الأرض فليقولوا ما يشاءوا. أهم شيء هو أن تنتهي هذه الحرب، أن ينتهي استهداف المدنيين، أن تنتهي المأساة التي يعيشها الناس. يعني كلما استمرت هذا العدوان كلما ازدادت الخسائر. إسرائيل أنت لديها متابع سيد أشرف، أنت متابع. عفوا، إسرائيل لديها استعداد للبقاء في هذا العدوان شهور وربما سنوات. هم يحلمون بوجود ترامب في السلطة حتى يظلوا يعني يحتلون غزة. إذن القصة الآن ليست بالنسبة لنا هو من انتصر أو من انهزم أو من سيسلم، هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب الفلسطيني. ولكن الجميع يعرف سيد أشرف، الجميع يعرف أن دولة الاحتلال هي من يعني تراوغ وتتراجع عن بعض الاتفاقات التي يعني قبل أشهر وصلت الأطراف المعنية إلى مستوى قريب من الاتفاق، لكن إسرائيل هي التي تراجعت. يا سيدي العزيز، إذا كنت تريد أن تعلن الحرب فلتذهب وتعلن الحرب، ولتكن لديك قوة تحرك المسائل على الأرض، لكن ما دمت لا تستطيع أن تحرك المسائل على الأرض فليقولوا ما يشاء. نحن جميعا نعلم أن إسرائيل دولة مجرمة وأمريكا دولة مجرمة وأمريكا تساعدها، العالم كله يعلم ذلك، محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية ومجلس الأمن، لكن هل أنقذوا فلسطيني واحد؟ هل أوقفوا العدوان؟ يعني فلنبتعد عن هذه الشعارات التي لا قيمة لها، لأنه الآن هناك يعني قضية أساسية جوهرية هو إنقاذ الناس، إنقاذ ما تبقى من غزة. سنظل نتمسك بمقولات، يعني هذه المقولات لندرسها في تاريخنا وفي كتبنا، لكن أهم من هذه المقولات هو إنقاذ فرد واحد من المعاناة. نحن نريد يا سيد أشرف، نريد أن تصل هذه الأمور إلى اتفاق، وأن تتوقف هذه الحرب ويعود الناس إلى منازلهم، لكن بالنتيجة يعني إسرائيل هي من تتحمل كلفة هذه الحرب، وهي من تتحمل كل هذه الدماء التي أريقت والدمار، لأن هي في كل مرة نعم تتحمل، لكن هل استطعنا إيقافها؟ هل استطاعت المقاومة إيقافها؟ هل استطاع أي طرف إيقافها؟ الناس في غزة يعانون كما تتصور. أنت نعم. تجلس في غرفة مكيفة والناس يعيشون في الهواء والبرد القارس والأمطار ستأكلهم الأيام المقبلة. بالتأكيد طبعا، أنا أقدر موقفك وأقدر كلامك، ونحن أيضا نشاهد هذه المأساة، ولكن لا حول ولا قوة، يعني ما الذي يمكن أن نقدمه سوى أن يعني نواصل نقل الأوضاع ونقل معاناتهم إلى العالم، عسى ولعل أن تجد هذه المعاناة صدى. أعود إلى السيد أكرم. سيد أكرم، تعليقك على هذه الجولات وتعليقك على هذه الصفقات أو الكلام الذي تحدثون به عن الصفقة اليوم، هل بتنا قريبين أم ستعود الأمور في إطار المراوحة والتأجيل وكسب الوقت؟ لا، السيناريو المنطقة ذهب للتصعيد أكثر ما منه ذهب لتهدئات. تحدث عن صفقة، تحدث عن تهدئة يعني إجهاض الحلم التاريخي لبنيامين نتنياهو بضرب إيران.
وهو ما لن يتنازل عنه. نتنياهو يحلم بتغيير الشرق الأوسط. الشرق الأوسط بالنسبة له يبدأ من المفاعل النووي الإيراني. وأرباب مساعدي تحدثوا اليوم قالوا أنه من يعتقد أنه ستنتهي هذه الحرب قبل أن تضرب المفاعلات النووية قبل أن يضرب المشروع النووي الإيراني يعني يكون مخطئا أو يكون مستعجل نهاية الحرب. الحديث عن نهاية الحرب والحديث عن تهدئة هو حديث لا ينسجم لا مع واقع التصريحات ولا مع واقع الجولات المكوكية. أوكلاين لينكن هذه الحركة الأمريكية الكبيرة تعني محاولة أمريكية لضبط الضربة الإسرائيلية، ليس لمنع الضربة الإسرائيلية. بعد أن سلمت الولايات المتحدة الأمريكية وهي تدرك وهي تعطي لإسرائيل رخصة الضربة، لكن الخلاف هنا على نوعية الضربة وتوقيت الضربة. بالضبط. لكن الضربة هي قرار أمريكي، يعني دعني أقول لك أن الضربة هي قرار أمريكي لمحاولة الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على قوة الردع الإسرائيلية وللحفاظ على أن إسرائيل اليد العليا في المنطقة. هذا قرار أمريكي، هذا أمن قومي أمريكي قبل أن يكون أمن قومي إسرائيلي. لكن التباين هنا حول مستوى الضربة وموعد الضربة، هذا الذي يجري الحديث عنه. لكن في هذا الإطار يجري الحديث محاولة أنه حتى لو تم العمل على صفقة لمدة أيام، اليوم الثلاثاء البعد القادم الخامس من نوفمبر هي الانتخابات الأمريكية. كل ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية تمديد الأسبوعين القادمين، يعني شراء 14 يوم كل ما تريد. الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالساعات، كل ساعة مهمة للولايات، كل يوم مهم بالنسبة لها، كل أسبوع مهم، أسبوعين اللي تبقوا للانتخابات الأمريكية. وبالتالي هذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة تأخير الضربة إلى ما بعد الانتخابات. لكن إلغاء الضربة لا يمكن أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون لإيران الضربة الأخيرة. طيب فيما يخص قطاع غزة والمفاوضات والحديث عن هذه الصفقة الجديدة، يعني أنت اليوم قرأت مقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند بخصوص خطة الجنرالات التي تشهدها المنطقة الشمالية في قطاع غزة، يقول نحن نتكبد خسائر ما قيمته 132 مليون دولار يوميا. يعني هذه مبالغ كبيرة جدا، يمكن أن تشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية للتفكير جديا بوقف هذه الحرب. والله هو آيلاند اللي بيقول بنخسر كل يوم 132 ويجب وقف الحرب، هو اللي وضع الخطة اللي قاعدين يطبقوا فيها بالشمال. ما هو نفسه وضع الخطة. ما تفعله إسرائيل هو تنفيذ خطة غيورا آيلاند، وغيورا آيلاند يطالب بوقف إطلاق النار ووقف الحرب. وبالتالي في حالة من اللامفهومية في السلوك الإسرائيلي كثير. حتى نتنياهو في شدة وتحدث عن شدة التناقض بالمشاريع الإسرائيلية، مقدرا أرجح أن الميدان هو من سيحسم ماذا يمكن أن تصل إليه إسرائيل. إسرائيل تترك كل الخيارات مفتوحة، بدنا حرب وبدناش حرب، بدنا نوسع وبدناش نوسع، وماذا يحصل الميدان؟ تستطيع إسرائيل أن تقول إلى هنا كنا رسمين أنه تقف عند هذا الأمور وإلى هنا نتوقف في اللحظة التي تحتاج فيها أن تتوقف، ولا أرى أنها تتوقف سريعا. نعم، أعود إلى السيد أشرف أبو الهول في آخر دقائق من هذه المقابلة. سيد أشرف، ما الذي يمكن أن تقوله بهذا الخصوص؟ تفضل. يعني أنت تتحدث عن أنه غيورا آيلاند يتحدث عن المصاريف التي تتكبدها إسرائيل. نعم. دعني أذكرك بشيء آخر أهم من ذلك. عندما كانت إسرائيل ووسائل الإعلام تتحدث يوميا عن الخلافات داخل الكابينت الإسرائيلي ومجلس الحرب الإسرائيلي، ويتحدثون عن مشاجرات وتبادل سلاح وغيره، كنا نفاجأ في اليوم الثاني بهجمات إسرائيلية ضد يعني سواء قيادات في غزة أو قيادات في لبنان أو غيره. يبدو أن هناك حالة متفق عليها من الخداع يمارسها الإعلام الإسرائيلي. غيورا آيلاند يتحدث عن تكاليف الحرب، لكن المؤشرات الاقتصادية في إسرائيل تقول أن إسرائيل لديها احتياطي نقدي حوالي 200 مليار دولار، ويوميا تحصل على أسلحة أمريكية جديدة وهكذا. هم يحاولون يعني تشتيت الفكر
يعني الطرف العربي بشكل كبير جدا يحاولون إيهامنا بأنهم في وضع صعب ويريدون إنهاء الحرب، في حين أنهم يتوسعون ويكثفون ويقومون بمزيد من العمليات. نعم. ولذلك لابد من التحرك سريعا لوقف المجزرة التي تتعرض لها غزة والتي تتعرض لها لبنان، وإنهاء هذا العدوان بأسرع ما يمكن. أعتذر منك سيد أشرف لضيق الوقت، الوقت دامنا وانتهى. سيد أشرف أبو الهول من القاهرة كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من لندن السيد أكرم عطالله، أيضا كان ضيفنا في هذه الفترة الإخبارية من تغطيتنا المستمرة للأوضاع من قناة الكوفية. ألتقيكم على رأس الساعة المقبلة، إلى اللقاء.